أعزائي المشاهدين، عودة لبرنامج الصديقان في هذا الصباح وإحنا بنحتفل مع بعض بعيد الحب. وأنا هقول لحضراتكم يعني سر سعادتي وفرحتي بعيد الحب، إنه أنا بشوف الدنيا كلها كده اتغيرت فجأة كده هو يعني. بصوا من النهاردة مثلا هتلاقوا الشوارع اتغيرت والميادين اتغيرت والبيوت اتغيرت، وتلاقي كده هو اللون الأحمر طغى على كل شيء وظاهر في كل مكان، وكل واحد مروح بيته النهارده هياخد دبدوب معاه واللي ياخد صحبة ورد وهو مروح، وتلاقي المظاهر الاحتفال غطت كل على كل شيء، وهي الصفة الغالبة وهتبقى هي الأمر يعني الأساسي في كل تصرف. ليه ده كله؟ عشان الناس، حتى لو احنا جينا قلنا للناس مفيش حاجة اسمها عيد حب، الناس فرض الأمر، وده بيسموه يعني فرض الأمر الواقع، انك انت بتستحضر من جواك الحاجة اللي بتحبها عشان خاطر تحتفل انت وقريبك وانت واصحابك وانت واصدقائك بهذه المناسبة. المناسبة دي زي ما انتوا عارفين مناسبة عالمية، يعني مش بس في مصر ولا في اي كل العالم كله تلاقيه النهاردة بيحتفل وبيسهروا وبيجيبوا هدايا لبعض وبيتزاوروا ومسكين الورود الحمراء وبيدوا بعض الهدايا، وكله ده عشان بيحتفلوا في العالم كله بهذه المناسبة الجميلة. الحاجة التانية اللي انا فرحان بيها انه جيد ان يكون للحب عيد، بل انا عايز اقول انه مصر اضافت عيد اخر في شهر 4 فبراير، في 4 نوفمبر 4/11، عيد اخر اللي هو اسسه الكاتب الكبير الاستاذ مصطفى امين، فاصبح الخير خيرين واصبح العيد عيدين. وده ايمانا من كل القائمين في المجتمع ومن كل الناس انه جيد ان يكون الحب عيد في مصر. العيد له عيدين، المناسبة لها عيدين. ليه؟ عشان خاطر احنا محدش فينا بيكره ومحدش فينا بيرضى ان هو يبقى مثلا انسان وحش، كلنا بنطالب ان الحب يسود في كل اركان الوطن وفي كل بيت وفي كل نفس وفي كل العالم، بنطالب ان الحب ده يكون هو ده شيء اساسي اساسي في الوجود. وانا عايز اقول لكم حاجة تالتة، ان انا فرحان برضو بالعيد انه بصراحة الاديان والعقائد بتحس الإنسان إن هو يحب الله ويحب الناس ويحب حتى ذاته. لما الإنسان يحب ذاته يعني بتبقى ذاته جميلة، لأنه عايز برضو ذاته تبقى شكلها حلو وجوهرها حلو وطبيعتها حلوة وهي بتتعامل مع البشر. الإنسان فينا محتاج إن هو يظهر بمظهره الإنسان المحب. فإحنا النهاردة وإحنا بنحتفل بالمناسبة دي، ذات المرجعية، ذات قصة الكل يعلمها، قصة فالنتاين، هذا الإنسان الذي كان أخذ على نفسه أن هو يزوج الأحباء في القرن الثالث الميلادي، ورغم أن السلطات الرومانية كانت بتفرض الوثنية أنذاك، كانت بتفرض حظر الجواز على كل الناس، لأنه طبعا في أيام هذا الإمبراطور اسمه كلوديوس في روما بدأ الجيش بتاعه يحقق هزائم متوالية، فقعد يبحث ايه اسباب الهزائم، فقالوا عشان الناس كل واحد بيهتم بأسرته وبيهتم بأولاده، فراح منع الجواز. منع الجواز طبعا ضد شرع الله وضد قواعد الله وضد الوصايا اللي امر بها الله، فالله امر بالتزاوج. لكن هذا الانسان اللي هو فالنتاين ده اراد ان هو يحتفل سرا ويزوج الناس سرا عشان خاطر الاحباء يفرحوا مع بعض. لما سمع هذا الامبراطور بما يفعله هذا الفالنتاين او فالنتينوس فجابوا اعدامه. فالناس في ذكرى اعدامه او ذكرى استشهاده اقامت هذه المناسبه عشان تخلد هذه الذكرى الطيبه، ان في ناس لسه بتحب وناس بتساعد ان الناس تحب، وبدات العالم كله ياخذ هذه الفكره وتنتشر في كل ربوع العالم. انا مش عايز اقول مصر استثناء من هذا، مصر زيها زي اي دوله في العالم، ولا الشعب المصري شعب هنستثنيه من باقي الشعوب، فالشعب المصري شعب زواق ايضا وشعب محب ايضا وشعب يحب الطبيعه الفطريه اللي احنا اتخلقنا عليها، ان احنا نحب بعض ونتزور مع بعض ونقف جنب بعض ونسند بعض. فانا عايز اقول انه يعني رغم اي حاجه احنا النهارده كل واحد يراجع نفسه، وهل احنا بنحب بعض ولا ما بنحبش بعض. اخي الشيخ مظهر شاهين هيتناول بقى الموضوع من زوايا مختلفه عشان كل واحد فينا يعني يراجع نفسه، ونقول نستطيع مع بعض ان احنا نحب بعض ونخلق من هذا اليوم مناسبه جميله الناس فيها تعلن عن حبها للاخر، واقول لكم انا بحبكم وبحب اخي الشيخ مظهر وبحب الناس كلها.